طب احنا ماشيين يا جماعه، تعالى ما تخافيش، تعالى معايا، تعالى 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 ما تخافيش. بص يا جماعه، عشان قفلت الباب على الجرو بتاعها. بص صوري يا نور، صوري. بص يا جماعه، فعلا فعلا عمرها ما اتفرط في عيله. بص المنظر يا جماعه. ايه ما تخافيش، انا خطوه وهمشي. عايزه ايه؟ تعالى يلا بينا. عايزه ايه؟ بص بتقول انت قفلت عليها ليه؟ بص سبحان الله يا رب، بتقولي انت قفلت عليها ليه؟ افتحي لي الباب. ايه تعالي خبطي عليها، يلا خبطي عليها. سموها ايه؟ سموها ريتا؟ ايه يا نور سموها ايه؟ سموها ريتا؟ طب احنا ماشيين يا جماعه، تعالى ما تخافيش، تعالى معايا، تعالى 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 ما تخافيش. بص يا جماعه، عشان قفلت الباب على الجرو بتاعها. بص صوري يا نور، صوري. بص يا جماعه، فعلا فعلا عمرها ما اتفرط في عيله. بص المنظر يا جماعه. ايه ما تخافيش، انا خطوه وهمشي. عايزه ايه؟ تعالى يلا بينا. عايزه ايه؟ بص بتقول انت قفلت عليها ليه؟ بص سبحان الله يا رب، بتقولي انت قفلت عليها ليه؟ افتحي لي الباب. ايه تعالي خبطي عليها، يلا خبطي عليها. سموها ايه؟ سموها ريتا؟ ايه يا نور سموها ايه؟ سموها ريتا؟ سموها ايه؟ مش عارفه، ريتا حل ولا زيتا؟ مالي على ريتا يا ليزا؟ ليزا ليزا او ليزا، اسم جميل. احنا نقول الاسامي يا جماعه، وانتوا بقى في الكومنتات تكتبوا لنا هسموها يا ريتا، يا هسموها ليزا، يا هسموها زيتا. ريتا، ليزا، زيتا، يا ممكن نسميها كيكي، بس احنا عندنا كيكي هناك في المزرعه اللي هي اللولو. يا ريت يا جماعه تختاروا. عارفه بقى لو سميتها طعامه وهي اسمها شقاوه يبقى طعامها شقاوه. ممكن نسموها برضك طعامه، بس اسم طعامه تقيل شويه. يا ريت انتوا يا جماعه تختاروا لنا بقى الاسم المفضل للكلب بنت شقاوه. انا بقى المره دي مستنيه انتوا بقى، انتوا اللي هتختاروا لي الاسم بتاع الجرو دوت، عشان يبقى هو كده يعني. انتوا اللي مختارين الاسم ده. في اربع اسامي، يا ريت تختاروا. زيتا، ليزا، ريتا، طعامه. زيتا، ريتا، جم كلك لو خدت بالك وراه، ويعني كلك حروف واحده. زيتا، ريتا، طعامه، ليزا اللي هو طعامه بس. وعايز يا جماعه والله لو اي اسم من عندكم، عايز لو لقيتوا اسم حلو يا جماعه، والله انا فعلا هسمي الاسم ده على حساب ان الجمهور هو اللي سموهولي. انا موافقه والله. انتوا اكتبوا الكومنتات بس الفيديو ده الاسم يا ام نور تسميه كذا، وهنشوف الاغلبيه مين اللي مختار الاسم. والله فعلا هسمي المره دي على ذوقكم انتوا، مش هبقى على ذوق انا ولا ذوق ابو نور. انا المره دي فعلا يا جماعه هسمي، يعني انتوا راح تختاروا الاسم فعلا مش انا. تعالي يا شقاوي، عايزه ايه؟ تعالي، عايزه ايه؟ طب تعالي العبي معايا شويه، تعالي. والله هفتحلك، والله هدخلك، صدقيني هدخلك والله. تعالي والله لما تخافي، والله ما تخافي هدخلك والله. والله لما تدخلك تعالي والله. يلا بينا. عايزه ايه؟ والله لما تدخلك. طب بوسيني الاول، بوسيني الاول هدخلك. بوسي يلا. طب بوسيني وهدخلك، والله هدخلك الجرو بتاعك. انا بحبك عشان انت حنينه، انت حنينه وانا بحبك. ما تخافيش، انت خايفه على النور بتاعك؟ انت عايزه ايه؟ ايه؟ طبعا يا جماعه حلقتنا النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا. هدخلك والله، سيبها انا مش هتخش تترفصي الدنيا على الصحيح. هتكلم عن حلقه جميله جدا يا جماعه النهارده. طبعا احنا كلنا يا ريت نفتكر شهر واحد بيبقى ايه عندنا. شهر واحد يا جماعه الترخيص فتح، ترخيص الكلاب فتح، لان منزلين ان في غرامه، اللي عنده كلب مش هيترخص هيبقى في غرامه جامده. طبعا احنا بنرخص اليومين دول، وانا بكره راح الطب البيطري هرخص كلاب المزرعه، وهرخص كلاب التدريب. اللي عايز يرخص يا جماعه كلبه بكل سهوله. احنا طبعا عشان نعتبر مدينا عقد في الطب البيطري بندخل الكميه اللي احنا عايزينها. طبعا صعب، بيقول لك هات الكلب معاك وهات والدكتور يكون كاشف عليه، والكلب سليم، الكلب تعبان، الكلب مسروع.
طبعا فاحنا رافضين كل ده، احنا بنروح بناخد بس من اللي بصور الكلب، صورهولي صوره حلوه واضحه وبتبعتهولي على الواتس، وبتبعتلي صوره البطاقه بتاعت حضرتك، وانا باخد صوره البطاقه اطلعها، وباخد الصوره الشخصيه بتاعت الكلب وبطلعها، وبروح ارخص الكلب. طبعا الترخيص ده انت كل انت سهله جدا، انت هتيجي بس تستلم مننا الرخصه، البطاقه بالختم بالحديده بتاعت الكلب بكل حاجه، كل ما عليك هتبعت صوره البطاقه بتاعت حضرتك، وهتبعت الكلب هتصوره لي بالطول مش بالعرض، هتصوره لي بالطول، وتكون صوره واضحه وصوره مش نايم، صوره شخصيه. تربط الكلب في حته زي دي كده، حته فاضيه بالنيش بتاعه، وهتيجي مقعده نص قعده، وهتيجي لقطها لي لقطتين صورتين، وهتبعتها لي على الواتس، او تبعتها على 0100 الواتس بتاع كابتن ابو نور برده هناك. في يا جماعه رقم هناك هترن عليه 0130 35 709، هتقول لها انا عايزه ام نور ترخص لي الكلب ده، هي هتقول لك على البيانات تعملها، مسافه يوم او يومين هتيجي تاخد، وانت مرتاح وقاعد رجل على رجل هتاخد الرخصه بالبطاقه بتاعتها، وهترتاح راحه نفسيه. لو نزلت الشارع محدش هيقدر يكلمك، رحت معاه المصيف طبعا جاي هتروح معاك الكلب بتاعك المصيف، محدش هيقدر يكلمك في المصيف، هتطلع الرخصه، ركب معاك العربيه محدش هيكلمك، ماشى معاك في اي مشوار، نزلته الشارع لعب راح جه، طبعا محدش ليه حاجه عندك، اصبح ان انا مرخص كلبي والترخيص فيه اسمك، وفيه اللي طبعا انا اللي بنمضي على البطايق، ان انا جيت استلمتها وجيت عملتها، انا بمضي باسمي وبالرقم البطاقه بتاعتي. انت ما عليك بتكتب، انا بكتب اسمك في البطاقه، بكتب الكلب عمره قد ايه، وبكتب الكلب نوعه ايه، هاسكي جيرمان زي اي نوع. طبعا الترخيص ما تجيش تقول لي منور طب الترخيص من كام شهر، لا الترخيص مفتوح يا جماعه، لو جرو صغير هرخصهولك، الترخيص مفتوح، لو الكلب عنده شهرين هرخصهولك. طبعا في معرفه في الطب البيطري، انا بروح اخلص كل حاجه، شهرين ثلاثة أربعة، طبعا لو عنده 10 سنين هرخصهولك، ما عليك السن خالص ولا تفرق معانا السن، كل اللي عليك هتبعت لي صورة البطاقة حضرتك، وتبعت لي صورة للكلب بس كده يا جماعة، وهرخص لك كلبك، وهتبقى 100 100، تبقى انت قاعد مرتاح طول السنة، كلبي نزل كلب الكلب راح عامل خلة كده، الكلب بتاعك مترخص والكلب 100 100. دي طبعا انا كده حبيت اعرفكم ان الترخيص مفتوح يا جماعة، اللي مش عارف يرخص كلبه يرن على رقم المزرعة 0130 35 709، 0130 35 709، دي يا جماعة رقم المزرعة، هترنوا عليها تلاقي اي حد يرن، لو انا هناك في المزرعة هرد وهجاوب على طول، لو انا مش هناك هتقول لها انا عايزة ارخص انا اتفرجت على حلقة المرور وعايزة ارخص الكلب، هتقول لك ابعت كذا وكذا، وتبعت لي كل حاجة، وممكن الحساب لما تيجي تاخد الترخيص عادي، لو المزرعة قريبة منك، المزرعة قريبة منك هتيجي تسيب الفلوس، وهتسيب صورة البطاقة، وهتسيب هتبعت لي صورة بتاعت الكلب بس. دي سهلة جدا يا جماعة، مش حاجة صعبة، ان هم الحكومة السنة دي صعبينها جامد عشان خاطر ترخيص الكلاب، ممنوع اللي عنده كلب لازم يترخص، فعشان كده احنا بدأنا في الترخيص، المزرعة فتحت الترخيص، بكرة هعمل لكم حلقة وانا في الطب البيطري، هعمل لكم حلقة وانا في الطب البيطري، وان انا وانا برخص واوريكم كل حاجة في الطب البيطري ان شاء الله الصبح. عايزاها؟ تعالي يلا نفتح الباب، افتحها لها ولا نسيبها شوية؟ لا افتحي لها حرام. ايه؟ مش كفاية ان انت السبب في البرد اللي انا فيه، كل شوية نطلع فجر، نطلع بالليل، ونطلع الصبح على صوتك، على حمامي، حرام عليكي تعبتيني معاكي، حرام عليكي، ويا ريتك جايبة جرو ياما، هي حتة جرو اللي انت جايباه وزلاني، كل شوية تصوتي وتكسري في الباب، وانا غلبت علاج بسببك انت. بسببك انت بسبب ايه؟ عشان انا بنحبك بس، انا عشان انا بنحبك بس، تعالي يلا. يلا؟ لا. يلا خش. لا. لا. لا طب سلمي عليا الاول. سلمي الاول. سلمي يلا. طب سلمي الاول. سلمي الاول عشان اخليك، يلا سلمي. اهي سلمي. يلا. يلا بينا. يلا افتح. بس يا جماعه بس يا جماعه بس نعوض على الجرو بتاعها، الباب مقفول، الباب مقفول، يلا تعالى، والجرو اصلا نايم، يعني هي نايمه، بص نايمه ولا حاسه بحاجه، نايمه شايفاها اهي، يلا خش.
خش لنا يلا شقاوة. خدها في حضنك بقى، استنى زي ما انت. نخش نحضر حزب حزب، هتموت الجرو بتاعك. فتح اهو، عينيه لونها ايه؟ فتح؟ طب عينيه لونها ايه؟ طيب عينيها لونها ايه؟ لا لسه ما نص عين اللي فتح. يا رب تكون زرقاء. والله ما تخافي، ده حبيبتي دي، يا شبهها في اللون اصلا، شبهها مولودة على ايدي. يلا نام نام عشان ترضع، يلا نام يلا عشان نخليها ترضع. يلا نامي تحت الله اهي اهي. يلا يلا يلا، بس يا جماعه احنا هنحطها عشان ترضع، هي بترضع لوحديها. يلا 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 ارضعي اهي، ارضعي يلا. والله ده اللبن لسه برضه، بس طبعا ربنا بيبعت لها رزقها طبعا. تعالي يا ريت اهي اهي، استني بس استني بس استني. يلا اهي اهي اهي، مسكته. بس يا جماعه بترضع باينه ما شاء الله عليها، احلى مسا عليكم يا جماعه. يا رب الحلقه تعجبكم، يا رب الشغل اللي بنقدمه تعجبكم. تحياتي لكل الناس المشتركه معانا، الناس الجميله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.